كانت الساعة 12 ليلا، اندفع ميتا كولداروف إلى شقة والديه منفعلا منفوش الشعر، ومضى يروح ويجيء بسرعة في جميع الغرف. وكان الوالدان قد آويا إلى الفراش، ورقدت أخته في سريرها تقرأ آخر صفحة في الرواية. أما إخوته التلاميذ فكانوا نائمين. قال والده بدهشة: من أين جئت؟ ماذا بك؟ أوه لا تسأل، لم أتوقع أبدا ذلك. كلا كلا، لم أتوقعه أبدا، إنه غير معقول. وقهقه ميتا وجلس في الفونيل وهو لا يقوى على الوقوف من فرط السعادة. هذا غير معقول، لا يمكن أن تتصوروا، انظروا انظروا. قفزت أخته من الفراش وأسدلت على كتفيها البطانية واقتربت من أخيها. واستيقظ التلاميذ: ماذا بك؟ إنك شاحب جدا. هذا من الفرحة يا ماما، فالآن أصبحت روسيا كلها تعرفني، كلها. من قبل لم يكن أحد غيركم يعرف أنه يوجد في الدنيا المسجل الاعتباري ديمتري كولداروف، أما الآن فروسيا كلها تعرف ذلك. ماما يا إلهي يا إلهي. قفز ميتا وجرى في غرف البيت ثم عاد إلى مجلسه. ولكن ماذا حدث؟ هل أوضحت لنا؟ أوه إنكم تعيشون كالوحوش البرية، لا تقرؤون الصحف ولا تهتمون أبدا بما ينشر، بينما في الجرائد أشياء رائعة، فإذا حدث شيء يصبح معروفا على الفور ولا يخفى أبدا. كم أنا سعيد يا إلهي، الجرائد لا تكتب إلا عن مشاهير الناس فقط، وإذا بهم فجأة يكتبون عني. ماذا تقول؟ أين؟ امتقع الأب ونظرت الأم إلى الأيقونة ورسمت علامة الصليب، وقفز التلاميذ في قمصان النوم القصير فقط واقتربوا من أخيهم الأكبر. نعم كتبوا عني، الآن تعرفني روسيا كلها. خبئي يا ماما هذا العدد واحتفظي به للذكرى، سوف نقرأه أحيانا، انظروا. أخرج ميتا من جيبه عددا من جريدة وأعطاه لأبيه وهو يدس إصبعه في موضع محاط بخط قلم أزرق. اقرأ. ارتدى الوالد النظارة. هيا هيا اقرأ. نظرت الأم إلى الأيقونة ورسمت علامة الصليب، وتنحنح الأب وشرع يقرأ. في 29 من ديسمبر في الساعة 11 مساء كان المسجل الاعتباري ديمتري كولداروف. هل رأيت؟ أكمل. كان المسجل الاعتباري ديمتري كولداروف خارج من الحانة الواقعة في شارع مالايا برونايا في منزل كوزيخين وهو في حالة السكر. شربت مع سيمون بتروفيتش، وصفوا حتى أدق التفاصيل. أكمل. بعد اسمعوا. وهو في حالة السكر فنزلت قدمه وسقط تحت حصان حوذي كان واقفا هنا، ويدعى إيفان دروتوف من قرية درويكينا بناحية يوخنوف. ذعر الحصان فخطأ من فوق كولداروف وسحب من فوقه الزحافة التي كان جالسا فيها ستيبان لوكوف التاجر من الدرجة الثانية بموسكو، وانطلق عبر الشارع وتمكن البوابون من الإمساك به، ونقل كولداروف الذي كان فاقدا للوعي إلى قسم الشرطة حيث أجري له كشف طبي، واتضح أن الضربة التي تلقاها في مؤخرة رأسه إنها صدمة بذراع الزحافة يا بابا، أكمل أقرأ بعد ذلك، التي تلقاها في مؤخرة رأسه تعتبر من الضربات الخفيفة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأجري للمصاب إسعاف أولي. نصحوني بأن أبلل مؤخرة رأسي بالماء البارد. حسنا هل رأيتم؟ هكذا الخبر الآن ينتشر في روسيا كلها، هات الجريدة هات. وخطف ميتا الجريدة وطواها ودسها في جيبه. سأسرع إلى آل هاكاروف لأريها لهم، ينبغي أن أريها أيضا لآل إيفانيتسكي ولناتاليا إيفانوفنا وليانيسين فاسيليتش، أنا ذاهب وداعا. وارتدى ميتا العمرة ذات الشريط المعقود وانطلق إلى الشارع منتشيا فرحا.